السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعينا على اليوتيوب. بعض المشاهير ربما يعيشون في عالم آخر، وربما تختلف حياتهم عن حياة الناس العاديين، وهذا بصراحة لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع البراهين. فمعظمهم يسارعون للكشف عن اختلافهم عن باقي البشر، وربما بطريقة مثيرة. الأمر الذي يدفع البعض للتساؤل، هل المشاهير بعيدون إلى هذا الحد عن الواقع؟ سبحان الله، يعني في عالم الفن، في عالم الرياضة، بيستعرضون ممتلكاتهم من السيارات الفارهة والبازخة، كما يستعرض بعض نجوم الراب من خلال سلاسل الذهب التي تحيط بأعناقهم وسيارات فارهة وضخمة. لكن في واحد منهم شذ عن القاعدة بطريقة غريبة ومثيرة ولا تخطر على بال أحد. عندما أراد استعراض ماسته التي اشتراها بقيمة مبلغ 24 مليون دولار، نعم 24 مليون دولار، وبصراحة هو فاق محمد رمضان وفاق ياسمين صبري بعربياتهم، فاق ناس كتير جدا جدا. فقد قام مغني الراب ليل أوزي فيرت البلغ من عمره 26 سنة بزراعة الماسة الوردية في جبهته. تخيلوا، عمل عملية جراحية وتم إفراغ جزء من جبينه وبالتالي من جمجمته ليستطيع زرعها جراحيا في جبهتي بكل ما في ذلك من معنى. وقد أوضح النجم على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي زي انستجرام وتويتر أنه اشترى الجوهرة الهائلة من مصمم الجوهرات إليوت إليانت، والذي يعمل مع العديد من النجوم والمشاهير. ويبدو أن فيرت احتار ماذا يفعل بها أو أين يضعها بعد الشراء، وذلك وفقا لتغريدة له على تويتر وفي انستجرام. قال: ماذا تفعل بهذه الجوهرة البهيضة الثمن والنادرة؟ مشيرا إلى أنه كان يخطط لوضعها في مكان يمكن للجميع رؤيته، ورغم اعتقاد الكثيرين أنه كان يمزح بالتأكيد، فقد نشر مغني الراب واسمه الحقيقي سيمبر بيزيل، نشر سيمبر بيزيل وودز مقطع فيديو على انستجرام لإظهار الألماسة التي يبلغ وزنها 11 قيراط، يعني حوالي 33 جرام، والتي تمت زراعتها في منتصف جبهتي بالضبط، وكتب قائلا: الجمال هو الألم. طب يا ابن الناس، ليه عرضت نفسك لهذا الأمر؟ وعلى أي حال الناس بدأوا يتنظروا به. واحد قال: لابد أنه وضعها في جبهتي خشية أن يسرقها أحده. فرد عليه آخر إنه يعرض نفسه للخطر بهذه الطريق، فربما يفقد حياته من جراء ذلك. وبالطبع طرح هذا السلوك الغريب والشاذ تساؤلا: أليس من العبث التباهي بالثروة الفاحشة أثناء تفشي جائحة عالمية، وفي الوقت الذي فقد فيه الكثيرون الكثير والكثير، بل فقد البعض حياته؟ أرجوكم قولوا لي رأيكم في التعليقات، وإلى لقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ومنتهى الصراحة أنا أرسي لحال هذا المغني المسكين، وأظنه قد أذى نفسه إيذاء بليغا. وإلى لقاء.